التعاون على المدار الافريقي في مجال التعليم. العنوان هو بين الحاضر والمستقبل، التعليم العالي ووظائف المستقبل تتغير بشكل يومي. يعني هناك ثورة نقدر نعتبرها ثورة في عصر المعلومات مؤثرة على كل قطاعات العلم وقطاعات العمل، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك مبادرة من وزارة التعليم العالي على المستوى العالمي نستطيع بها أن احنا نشارك شركائنا ونشارك العالم كله بمنتدى يبقى في أول مرة بيتم إن شاء الله في العاصمة الإدارية الجديدة، وده مهم جدا. ولكن استمرارية هذا المنتدى كل سنتين إن شاء الله علشان يكون على مثال المؤتمرات العالمية المعنية بالتعليم والبحث العلمي في دول كثير من العالم. هذا المنتدى اخترنا تحديدا العاصمة الإدارية الجديدة وله معنى ومغزى، لأن احنا بنتكلم على عاصمة جديدة لمصر، بنتكلم على إعجاز بشري بيتم بسواعد مصريين في بقعة هامة جدا ينتقل إليها الدولة إن شاء الله في 2020. فبنقدر إحنا كتعليم عالي لنا جزء كبير من تطوير هذا المجتمع العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق إنشاء مجموعة من الجامعات العالمية في هذا المكان. وبالتالي اختيارنا للعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للتطوير والمستقبل في كل المجالات واستضافة هذا المنتدى العالمي. مصر والسودان وبعض الدول الأخرى من خلال التحالف يجمع كل الخبرات في هذا المجال في مكان واحد، لكن وده هنعمله إن شاء الله في عن قريب العاجل، لأن احنا بدأنا في الخطوات التنفيذية. أنت قلت واحد بس. لا قول. هو بالنسبة لل 16 جريدة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا دكتور. في البداية أنا عاوز أسأل سؤال، يعني أنا عندي كذا سؤال يعني، بس أنا أكتفي بسؤال واحد. في ظل هوجة إنشاء الجامعات الدولية ديت، أنا عاوز أعرف الجامعات بره في العالم كله بتعمل أبحاثها